مسألة. يعني أستاذ محمد اليمني، لما تعلن تعبئة جزئية وتستدعي 300,000 إنسان لهذه التعبئة، هذا يدل على أنه بوتين ما كلها بالبلطة بأوكرانيا، حتى لا نقول شيئا آخر. قلت لك أستاذي الكريم أن الجانب الروسي يوجد هزائم أو يوجد خسائر في الجانب الروسي والجيش الروسي والأسلحة الروسية والدبابات الروسية. نعم أستاذي، هل يوجد أيضا خسائر من قبل الجانب الأوكراني ناهيك عن البنية التحتية التي تم يعني قصفها بأكملها في هذا التوقيت ومنذ فبراير الماضي؟ هذه أيضا جزئية. أما بخصوص التعبئة الجزئية، أقول لك بأن الجانب الروسي بدأ يهدد الغرب ببعض الأسلحة، سواء بهذا السلاح وأيضا هذا السلاح الآخر السلاح النووي، لأن بعض فبراير أيضا ألمح. طب ما هو حتى هذا التهديد يا أستاذ محمد، هل هو دليل قوة أو دليل ضعف؟ وما أخطر ما قاله بوتين بتقديرك اليوم؟ هل هي هذه المسألة؟ نعم أستاذي الكريم، يعني هذا قوة أم ضعف في هذا التوقيت؟ أقول لك ليس له علاقة بقوة أو ضعف. يوجد خسارة، نعم يوجد خسارة. الحرب أو لغة الحرب يوجد مفاهيم كثيرة، ويوجد أيضا سواء قوة ناعمة ألا وهي قوة الإعلام هنا أو هناك بخصوص روسيا وأوكرانيا والأرقام هنا وهناك والخسائر هنا وهناك، ولا حد يقدر أن يجزم بأن هذا صحيح وهذا ليس صحيح. هذه أيضا نقطة. أما بوتين في هذا التوقيت يرى أن الغرب بأكمله، يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاربه حربا كبيرة. عندما أقول لك أن الجانب الأمريكي أقل من أسبوع أرسل مليار دولار قيمة أسلحة إلى أوكرانيا، هذا أيضا مؤشر خطر. وبعد أيام أو أيام قليلة أرسل أكثر من 3 مليار دولار قيمة أسلحة متطورة حديثة إلى أوكرانيا، فأيضا هذا مؤشر خطير. طب أقول لك هنا سؤال، من لديه المصلحة في هذه الحرب من هذا التوقيت؟ أقول لك الولايات المتحدة الأمريكية، المصانع الذي يتم تصدير هذه الأسلحة والكميات الأسلحة ودخول مليارات الدولارات سواء من فرنسا وألمانيا وبريطانيا. وإذا تكلمنا بخصوص الجانب البريطاني وهذه رئيسة الوزراء تراس، يوجد عداء كبير بينها وبين الجانب. بس عندك مليارات دفعت من أمريكا يا أستاذ محمد وأسلحة قدمت بدون مقابل. نعم أستاذي، ولكن المقابل أكثر، يعني المقابل بالدولارات أكثر في هذا التوقيت. وهم الآن الغرب يعني يفكرون هل ننخرط في هذه الحرب رويدا رويدا وأكثر وأكثر، ولا نفكر في حلول جذرية إلى أزمة الغذاء وأزمة النفط وأزمة الغاز في هذا التوقيت، لأن هؤلاء مقبلين على شتاء يعني قارس في هذا التوقيت أستاذي. يوجد المشاكل بالجملة في الاتحاد الأوروبي، يوجد المشاكل بالجملة للولايات المتحدة الأمريكية، أيضا يوجد مشاكل بالجملة إلى روسيا وأيضا أوكرانيا ومعظم الدول العظمى في هذا التوقيت. ناهيك عن التضخم والركود وناهيك عن المشاكل التي ذكرتها منذ قليل. ولكن أخيرا حتى أفسح المجال إلى ضيوفك الكرام، هنا السؤال، هل الرئيس الروسي عندما ألمح أو هدد بهذا السلاح يريد تراجع القوة الفاعلة على الأراضي الأوكرانية بجانب أوكرانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية حتى الأوضاع تتسم أو حتى يفكرون في وقف إطلاق النار؟ لأن الجانب الروسي خسر ما خسره وهو لا يريد خسارة مرة أخرى، لأنه خسر الكثير والكثير. هذا الذي سوف نراه في المستقبل.